السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع يونت 2 in the restaurant، في المطعم. النهاردة بإذن الله هنشرح اليونت 2 كلها، الله المستعان. نبدأ كده مع بعض بالconversation time، وقت المحادثة. المحادثة بتدور في مطعم طبعا على اسم الوحدة. إيه أهداف الوحدة دي؟ الأول هنتعلم منها طلب الطعام من المطعم، هنتعلم منها التعبير عن كميات الطعام والشراب، هنتعرف على المتحدثين في المحادثة، ازاي نعرف نقرأ قائمة الطعام، ازاي نتعلم المفردات اللغوية الخاصة بالطعام والشراب، هنتعرف على الكميات الخاصة بالأكل، هنتعلم السؤال باستخدام كم الكمية وكم العدد. ده المطلوب منك انك تعرفه من خلال الوحدة دي. نبدأ مع بعض ناخد المحادثة كده. طبعا انت عارف النظام في المطعم، الويترس او الويتر بيستنى كده دقيقتين على الناس بعد ما بتقعد على الترابيزة، بيمسك المنيو يقلب فيها ويشوف ايه الموجود في المطعم وهو نفسه في ايه، وبعد ما الناس تقرر بتدخل الويترس او الويتر ويسأل الضيوف. فهنا الويترس بتسأل الضيوف: هلو، ار يو ريدي تو اوردر؟ هل انتم مستعدين انك تطلبوا؟ اي ثينك سو، اعتقد ذلك. المدام بترد عليه اللي قاعدة مع الضيف، بتقول له I think so، أنا أعتقد ذلك. I'll have a steak، أنا هاخد شريحة لحم. قالت لها rare, medium or well done. طب احنا عارفين ان الأجانب ما بيحبوش اللحمة مستوية، هم أغلبهم بياخدوها يا إما rare يا medium، أما احنا بنحبها well done. rare يعني مش مكتملة النضج، يعني ساعات كده يا دوب بتتشوح كده على النار ويبقى ممكن تلاقي فيها كمان دم من جوه كده، في ناس بتحبها كده. ميديوم يعني نص سوا، ويل دان يعني مطبوخة كويس، ويل دان. فهي قالت لها ميديوم، وسط، بليز، من فضلك، ميديوم بليز، اند بيكد بوتيتو. اند بيكد بوتيتو يعني بطاطس مخبوزة او بطاطس بالفرن. هاو اباوت السالاد؟ بتسألهم الويترس، هاو اباوت السالاد؟ ايه رأيكم في السلطة؟ ماذا عن السلطة؟ فقالت لها ساوندز جود، تبدو جيدة، يعني موافقة. فالراجل بيسأل What's today special؟ ايه الموجود النهاردة، يعني حاجة المميزة يعني. قالت له اسباجيتي اند ميت بولز، يعني مكرونة اسباجيتي وكرات اللحم اللي هي احنا بنقول عليها الكفتة، هي دي الحاجة المميزة بتاع طبق اليوم المميز الخاص بالمطعم النهاردة. في الصورة الخامسة هو بيرد بيقول Good، I am in the mood for spaghetti، I'll have that. كويس، جيد، انا مزاجي يتماشى مع الاسباجيتي بتاع النهارده، انا هاخد الطلب ده، I'll have that. بعد ما جابت الطلبات بتقول له here you are، اتفضلوا. قال لها thanks، it looks delicious، يبدو جيدا، شكل الاكل كده وريحته باين ان هو حاجه كويسه. وبعدين دلوقتي هنبدا نفصص كده المحادثه بالتفصيل صوره صوره. كل صوره عندنا هي مترجم تحتها. اول ما دخلت عليه بتقول له هالو، اهلا. Are you ready to order؟ هل أنت مستعد لأن تطلب؟ Are you ready to order؟ I think so، أعتقد ذلك. I'll have a steak، سوف أختار شريحة اللحم. I'll have اللي هي اختصار I will have، شلنا ال WI وحطينا مكانها الأبوستروف، وبعدين جه الفعل في المصدر have، وقلنا إن have لما بيجي مع الطعام والشراب معناه يتناول او يأكل. الصورة الثانية rare, medium or well done، غير كاملة النضج ام متوسطة النضج ام كاملة النضج. ردت عليها قالت لها medium please، متوسطة النضج من فضلك، and a baked potato، وبطاطس مخبوزة او بطاطس محمرة. ده الجزء الخاص بالصورة الثانية rare, medium or well done، medium please and a baked potato. في الصورة الثالثة هنا بتقول له How about a salad؟ ماذا عن السلطة؟ هنا هي بتقترح How about a salad؟ قالت لها Sounds good، يبدو جيدا أو تبدو جميلة. Sounds good يعني استحسنت الأمر، عجبها الاقتراح. الصورة اللي بعد كده What's today special؟ الراجل بيسأل What's today special؟ قالت له Spaghetti and meatballs، ما هو الطبق المميز؟ What's today special؟ احفظ السؤال ده، What's today special؟ ما هو الطبق المميز اليوم؟ Spaghetti and meatballs، سباجيتي وكرات اللحم اللي هي زي ما قلنا الكفتة، ده الطلب المميز الموجود عندهم في المطعم النهاردة.
الصورة اللي بعد كده بيقول لها good، جيد. I am in the mood for spaghetti، أنا في مزاج للإسباجيتي، يعني لها طالبة معايا أساسا إسباجيتي. good، I am in the mood for spaghetti. I'll have that، سوف أتناول ذلك. بتقول له here you are، جابت الأكل وجات أهي. here you are، تفضل. قال لها thanks، شكرا. it looks delicious، إنه يبدو لذيذا. من شكل الأكل كده وريحته عارف إن هو تمام، يعني it looks delicious، إنه يبدو جيدا. طيب الجزء الخاص بالفوكابلري، water، ماء، water، ماء، juice، عصير، juice، roast beef، roast beef اللي هو اللحم البقري المشوي، bread، bread، خبز، soup، soup، شوربة، pets، حيوانات أليفة، pets، فاكرين في سنة رابعة خدناها at the pet shop، سلطة فواكه، fruit salad، fruit salad، سلطة فواكه، roast، مشوي، roast، apple pie، فطيرة التفاح، apple pie، roast turkey، ديك رومي مشوي، roast turkey، عصير ليمون، lemonade، lemonade. طبعا احنا متعودين نقول ليمون، احنا قلنا قبل كده انها ليمون مش ليمون. ليمونيد، شوربة فراخ، تشيكن سوب، تشيكن سوب، الديك الرومي تركي، تركي ما تقولهاش تركي، تركي، عصير برتقال، اورانج جوس، اورانج جوس، القهوة كوفي، كوفي، ليلة تونايت، تونايت، بطاطس مقلية فرنش فرايز، فرنش فرايز، فيلم طبعا زي ما هو فيلم، بالخارج اوتسايد، مياه غازية سودا بوب، سودا بوب، طباخ او يطبخ كوك، غدا اللي هي تومورو. بالنسبة للفيربس الافعال في البريزنت والباست، المضارع والماضي، eat الماضي منها ate، drink الماضي منها drank، know الماضي منها knew، rent يؤجر الماضي منها rented، bring يحضر الماضي منها brought. نقولهم تاني English: eat، ate، drink، drank، know، knew، rent، rented، bring، brought. دلوقتي معدنا مع الـ Picture Dictionary، جايب لك اهو الصورة وتحتها الاسم: water مية، lemonade عصير ليمون، roast beef لحم بقري، roast turkey ديك رومي مشوي، chicken soup شوربة فراخ، fruit salad سلطة فواكه، orange juice عصير برتقال، كوفي قهوة، بريد خبز، ابل باي فطيرة التفاح. الجزء الخاص بالفوكس تايم، احب افكرك الاول ان الجزء الخاص بالفوكس تايم ده بيعتمد على استعمال فيرب تو دو في المضارع والماضي، واستعمال فيرب تو هاف في المضارع والماضي، وده احنا شارحينه قبل كده في الحلقة الخاصة بفيرب تو هاف والحلقة الخاصة بفيرب تو دو. انا جايب لك شكل الفيديوهات اهي عشان لما تلاقيها على القناة تعرفها، ممكن ترجع لها علشان تفهم الدرس ده بنسبة 100%. افكرك كده ان فيرب تو هاف كان عبارة عن ان اي ويو وي وذي بياخدوا هاف في البريزنت في المضارع، هي وشي وات بتاخد هاز، اما في الماضي كل الضمائر الفاعل بتاخد هاد. بالنسبة لفيرب تو دو، I, you, we, they ياخدوا do في المضارع، he, she, it بياخدوا does، وكله كل الضمائر بتاخد did في الماضي. الجزء الخاص بالفوكس تايم هنا بيتكلم عن many و much و how many و how much. في البداية احب تعرف ان many بتيجي مع الاشياء التي نستطيع ان نقوم بعدها، يعني مثلا لو انا عندي شنطة بقول عليها bag، وبنحط لها أداة نكرة علشان هي مفرد بنقول أباج. أما الووتر المية بنقول سام ووتر، شوية مية، ما أقدرش أقول أووتر لأن ديت ما ينفعش تتعد لأن دي كمية. طيب لو الباج دي كترت وبيت أكتر من شنطة فهنقول عليها باجز. طب عايز أقول شنط كتير هقول ميني باجز، ميني باجز، يبقى ميني مع الأشياء التي تعد، تمام، ولازم تكون جمع، ميني باجز شنط كتيرة. طيب بالنسبة للووتر، عندي مية كتيرة جدا هقول عليها ايه؟ هقول ماتش ووتر، ما ينفعش اقول ميني ووتر لان ووتر كمية، المية كمية، فهستعمل لها ماتش، اقول ماتش ووتر. وبالتالي لما احب اسأل عن كم عدد الشنط هقول هاو ميني،
هاو ميني باجز، يبقى لازم بعد هاو ميني يجي اسم يعد ويكون مجموع، مجموع باس الجمع، هاو ميني باجز، كم عدد الشنط. ما ينفعش اقول هاو ميني باج مفرد، لا لازم تيجي بعدها جمع. خليك فاكر الحتة دي لان هتجيلك في الامتحانات، هاو ميني باجز. اما بالنسبة للمية هي كده كده ما بتتجمعش، فانا هقول هاو ماتش ووتر، لا ضفت لها اس ولا عملت فيها اي حاجة لانها ما بتتجمعش اساسا، بقول هاو ماتش ووتر. طيب بالنسبة للمية اللي هي ما ينفعش اعدها، ينفع اعدها في حالة واحدة، لو ان انا عملت لها كونتينرز. يعني ايه كونتينرز؟ يعني حطيت المية ديت في حاجات ينفع الحاجات دي تتعدي، يعني مثلا حطيتها في ازايز، حطيتها في كوبايات، حطيتها في فناجين، فكده بقى في كونتينرز اقدر اعدها، في ازايز اقدر اعد ازازة اتنين تلاتة. طب خلاص ما دام اتحطت في الكونتينرز دي يبقى لازم تتعد، ودام ما تتعد تاخد هاو ميني. بص كده، هاو ميني بوتلز اوف ووتر، هي المفروض تتقال هاو ميني بودلز اوف ووتر، بس انت طبعا هتستغرب النطق ده، هتقول ايه النطق الغريب، لكن ده هو النطق الصح، ان التي بتتنطق دي، هاو ميني بودلز اوف ووتر، كم عدد الازايز الميه، كم عدد ازايز الميه. ايه اللي عملته؟ ان انا علشان حطيت الميه دي في ازايز فبقيت اقدر اعدها، فانا هستعمل لها هاو ميني واحط الازايز دي جمع، ما تبقاش بودي لوحده، تبقى بودلز اوف ووتر. كده يبقى بودلز اوف يعني ازايز من ازايز الميه. ده ملخص الفوكس تايم. طيب انا لما هنا قلت هاو ميني كام العدد، هقول هاو ميني باجز، وهنبتدي نستعمل فيرب تو دو على حسب الضمير. يعني اللي احنا قلنا هنا مثلا هاو ميني باجز، وهستعمل الضمائر اي يو وي وذي، يبقى هستعمل معاها دو. اقول هاو ميني باجز دو يو هاف، كم عدد الشنط التي لديك، اللي معاك يعني. ما دام انا استعملت الضمير يو يبقى هستعمل معاه دو، لان الفيرب تو دو قلنا ان دو بتيجي مع الضمائر دي. طيب لو هستعمل هي وشي وات يبقى هستعمل داز، هقول هاو ميني باجز داز هي هاف، داز هي هاف. هتقول لي ليه ما تاخد هاف؟ قلت لك قبل كده ان دو داز لما بتيجي في السؤال او بتيجي في النفي على طول الفعل بعدهم بيجي في المصدر، ودي خليك حافظها صم. طيب انا دلوقتي عايز استعملها في الماضي، السؤال ده عايز استعمله في الماضي، عايز اقول كم عدد الشنط اللي كانت معاك، او هاو ميني باجز ديد، واستعمل اي ضمير لان ديد تمشي مع كل الضمائر. هاو ميني باجز ديد يو هاف، كم عدد الشنط اللي كانت معاك. ولو هستعمل حاجة فيها كمية مش هستعمل هاو ميني اطلاقا، هستعمل هاو ماتش. هاو ماتش ووتر ديد يو هاف، هاو ماتش ووتر ديد يو هاف، ايه كمية المية، كم كمية المية اللي كانت معاك. طيب المية حطيناها في كونتينر زي ما قلنا، يبقى هنستعمل هاو ميني. هاو ميني بودلز اوف ووتر ديد يو هاف، كم عدد ازايز المية اللي كانت معاك. اظن كده الصورة وضحت. يبقى انا النهاردة انا هتعلم ازاي اسأل بهاو ميني وهاو ماتش في الماضي، هاو ميني وهاو ماتش في الماضي. احنا جبناها بالتدريج كده في المضارع، وبعدين اتعلمنا ازاي نقولها في الماضي. طيب انا دلوقتي عشان اسأل بهاو ميني عن كميات، قلنا لازم نحطها ها في الكونتينرز بتاعتها، يبقى ناس لازم نعرف الوحدات دي بتتقال ازاي. بودل اوف ووتر يعني ازازة واحدة مية، سلايس اوف تركي يعني شريحة من لحم الديك الرومي المشوي، a piece of apple pie قطعة من فطيرة التفاح، a piece of apple pie، a bowl of chicken soup، a bowl of chicken soup يعني سلطانية شوربة، شوربة فراخ، a glass of orange juice كوباية عصير برتقال، a glass of orange juice، a cup of coffee فنجان قهوة، a cup of coffee، a loaf of bread، a loaf of bread عبارة عن ايه، رغيف من الخبز. لاحظ ان المعظم او الكل احنا بنتكلم عن حاجات المفروض في كمادة خام استعملها how much، يعني water دي ما ينفعش اعدها، lemonade عصير ينفع تعده لا، وهكذا. ولكن احنا عملنا لها وحدات علشان نعرف نعدها ونعرف نستعمل معاها how many. يبقى بودل زجاجة،
بيس قطعة، كاب فنجان، كان علبة صفيح، بول سلطانية، سلايز شريحة، لوف رغيف، لوفز جمع لوف، الاف بتتحول لفي اي لفي وبعدين بنحط الاي اس، يبقى معناها أرغفة، جلاس معناها كوب. هنا في الجرامر ريفيو بنقول إن كميات الطعام food quantities، لما بنعبر عن كمية طعام أو مشروب بنستعمل الحاويات التالية واحنا قلناها من شوية: a bottle of, a can of, a slice of, a piece of, a bowl of, a glass of, a cup of, a loaf of. لما بنستخدمها بنذكر الكمية الأول وبعدين اسم الطعام أو الشراب، يعني نقول a bottle of water, a bottle of oil, a bottle of juice وهكذا. a can of lemonade, a can of soda pop, two slices of turkey. بنستعمل هاو ميني وبعدها اسم جمع الوحدات الخاصة بالطعام او الشراب، وبعدين نوع الاكل او الشرب اللي هنحطه بعد الوحدة، يعني مثلا نقول هاو ميني بودلز اوف، ادي الوحدات اهي اللي هي ازايز من ووتر، ادي نوع الاكل او الشرب اللي هو المية. بعدين هنستعمل الفعل المساعد ديد، بعدين الفاعل ايا كان هي او شي او ات او اي او وي او ذي، وبعدين الفعل في المصدر هاف. فهنقول هاو ميني بودلز اوف ووتر ديد شي هاف، كم عدد ازايز المايه اللي كانت معاها. وساعه ما هنجاوب هنبدا بالفاعل شي، وبعدين فيرب تو هاف في الماضي هيكون هاد، شي هاد، ونشوف بقى هي معاها كام وحده. هي معاها ازازه واحده، فهنقول وان بودل اوف ووتر، ازازه واحده ميه، شي هاد وان بودل اوف ووتر، يعني هي كان معاها ازازه واحده ميه. هاو ميني بويز ار ذير ان ذا كلاس، كم عدد الأولاد الموجودين في الفصل؟ There are 30 boys in the class، يوجد 30 ولد في الفصل. How much لازم يجي بعدها الاسم المادة خام كمية، ما نحطهاش في وحدات، تمام؟ اسم ملوش جمع زي water ra، زي water juice rice sugar مية عصير رز سكر. ينفع تعد السكر؟ هتعده حباية حباية؟ ما ينفعش طبعا. How much water did she have؟ شايف لما استعملنا water من غير محتوى، من غير ما نحطها في وحدة، قلنا how much، قلنا she had one bottle of water، هي معاها ازازة واحدة مية. هتقول لي ايه ده، ما احنا جاوبنا برضو بone bottle. عادي، انت سواء سألت بهاو ميني سواء سألت بهاو ماتش الاجابة هتكون واحدة على حسب الحاجة اللي معاها، لكن نقطة الخلاف بس، حطينا وحدة يبقى هنستعمل هاو ميني، حطينا المادة خام من غير وحدة ككمية هنستعمل هاو ماتش. ادي كل اللعبة في الدرس، يعني هاو ماتش ووتر او هاو ميني بودل اوف ووتر. بس she had one bottle of water. how much juice do you drink، بتشرب كم ازازة عصير؟ I drink a glass of juice، انا بشرب a glass of juice، كوباية عصير. drill اسقاط، يلا هنا نشوف الشطارة بقى، الناس اللي فهمت fill in the spaces، املى الفراغات بماتش او ميني. اول واحدة how مسافة slices of roast turkey did you have، يبقى هقول اهو ايه، قلنا slices of، وانت مغمض حط ميني، how many slices of، لان هنا استعملنا وحدة اللي هي سلايز، سلايز شريحة، ما دام استعملت وحدة يبقى احط ايه، ميني. هاو مسافة كابس اوف كوفي ديد شي هاف، هاو سبيس اهي حتة فاضية، كابس اوف كوفي ديد شي هاف، يبقى اقول ايه، هاو ميني برضو. طيب هنا ما استعملتش وحدة، استعملت المادة خام على طول، قلت هاو تشيكن سوب ديد شي هاف، هقول ايه، هاو ميني ولا هاو ماتش؟ هاو ماتش. How much chicken soup did they have? How much chicken soup did they have? How مسافة bread did he have? هقول how much bread. تقول لي لا، ما الخبز ده بأرغفة. هو هنا ما قالش ان هي a loaf of bread، ما دام ما جابش الوحدة يبقى نقول how much، لان اصلا البريد احنا عندنا بيتعمل ارغفة، لكن في دول تانية اجنبية بيتعمل بالكيلو، بيتقطع كده بالسكينة، زي المانيا مثلا العيش فيها بيتقطع كده بالسكينه لكن بيتباع بالكيلو. فما ينفعش اقول هاو ميني بريد، لازم اقول هاو ماتش بريد. هاو مسافه بيسز اوف ابل باي ديد يو هاف، يبقى هاو ميني بيسز اوف ابل باي. هاو مسافه ووتر ديد شي هاف، يبقى هاو ماتش ووتر. هنا هاو سبيس سلايزز اوف روست بيف
ديت شي هاب بهاو ميني سلايسز ليمونيد بهاو ماتش ليمونيد ديت شي هاب. اظن كده الصوره وضحت. الجزء الخاص بالريدنج تايم، اول حاجه نتعرف على الفوكابلوري الموجوده في الدرس، المفردات اللغويه الجديده. ريستورانت مطعم، ريستورانت انا هقول الكلمه وانت بص عليها عربي وانجليش. ريستورانت ريستورانت. ايطاليان ايطاليان. داون تاون داون تاون. اونر اونر. شيف شيف. كيدز كيدز. برايسز برايسز. ادريس ادريس. بيست بيست. اي ام اي ام. بي ام بي ام. ريل ريل. نيو نيو. تومورو تومورو. بول بول. دينر دينر. اندر اندر. بيتزا بيتزا. فريند فريند. سيرف سيرف. لانش لانش. طبعا احنا كل المفردات اللغويه دي اصلا قلناها في فيديو منفصل للمفردات بتاع الوحده، ممكن ترجع له برضه. عنوان الدرس: جراند با عاليز ريستورانت اوبنز، افتتاح مطعم جدو علي. المقال ده اتكتب باي عادل ابراهيم. مين اللي كتب المقال؟ عادل ابراهيم. بيقول لك جراند با عاليز از ا نيو ايطاليان ريستورانت، مطعم جدو علي ده مطعم ايطالي جديد. ان داون تاون سانيفيل، في وسط مدينه سانيفيل. ات اوبند اون ماي 5، يعني افتتح في الخامس من مايو. 5 يعني الخامس، ده ترتيب مش عدد، يعني هي 5 في الترتيب بتبقى 5. Who is Grandpa Ali؟ مين هو جده علي؟ Is he the owner؟ هل هو صاحب المطعم؟ owner يعني المالك؟ No، لا. The real Grandpa Ali، جده علي الحقيقي، is the owner's grandfather. Is the owner grandfather يعني يعتبر جد صاحب المطعم. Is the owner's grandfather and the chef at the restaurant، وهو الشيف الرئيسي في المطعم. يبقى مين هو جد علي؟ هل هو صاحب المطعم؟ لا، ده جد صاحب المطعم، عشان كده سمى المطعم جد علي. Last Saturday، last Saturday يعني يوم السبت اللي فات، لما نقول last week الاسبوع اللي فات، last month الشهر اللي فات، last year السنة اللي فاتت، فهنا بنقول last Saturday يعني يوم السبت اللي فات، ليلى عبده عملت ايه؟ and her friend Diana Smith، وصاحبتها اسمها Diana Smith. had lunch، الماضي من have، had lunch، تناولوا الغداء at grandpa Ali's، في مطعم جده علي. خلي بالك الابوستروف اس دي دليل على المكان، ابوستروف اس يعني grandpa Ali's يعني في مطعم جده علي. Their pizza، البيتزا بتاعتهم، is the best، هي الأفضل. Pizza in town، أفضل بيتزا في المدينة. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ليلى said، يعني اللي قالت الكلام ده هي ليلى. Diana said، ديانا قالت I am going to bring my children here، ده أنا هجيب أطفالي هنا. Kids under 5 eat free، الأطفال تحت سن الخمس سنين بياكلوا مجاني، وأبو بلاش كتر منه، فانا هجيب اطفالي هنا ياكلوا هنا ببلاش، ده انا اطفالي تحت سن خمس سنين. Grandpa Ali's is clean، يعني ايه الكلام ده؟ يعني مطعم جده علي مطعم نظيف. And the prices are good، والاسعار كويسة. انت عايز ايه احسن من كده تاني؟ مطعم نظيف والاسعار تمام. The address، العنوان، is 12 Pine Street، 12 شارع باين. They are open daily، ده بيفتحوا يوميا، from 11 AM يعني من الساعة 11 الصبح to 10 PM لغاية الساعة 10 بالليل. They serve lunch and dinner، دول بيقدموا ايه؟ بيخدموا العبارة عن الغداء والعشاء، ما بيعملوش فطار يعني، غداء وعشاء. نقرأ كمان مرة بعد ما عرفت المعاني. Grandpa Ali's is a new Italian restaurant in downtown Sunnyvale. It opened on May 5th. Who is Grandpa Ali? Is he the owner? No. The real Grandpa Ali is the owner's grandfather and the chef at the restaurant.
Last Saturday, Layla Abdo and her friend Diana Smith had lunch at Grandpa Ali's. Their pizza is the best pizza in town, Layla said. Diana said, I am going to bring my children here. Kids under 5 eat free. Grandpa Ali's is clean and the prices are good. The address is 12 Pine Street. They are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. They serve lunch and dinner. وبكده يبقى خلصنا الوحدة التانية، وإن شاء الله نتقابل في امتحان على الوحدة التانية. نذاكر كويس عشان تكون مستعدين الفيديو الجاي علشان تحل معايا الامتحان بتاع الوحدة وانت فاهم كويس. ما تستنينيش ان انا اقول الاجابة، عايزك تقول الاجابة قبلي، واتمنى لكم التوفيق. وما تنساش تعمل اشتراك لو عجبك الفيديو، تعمل اشتراك في القناة وتشير الفيديو لاصحابك عشان يذاكروا معاك، لايك عشان تدعمنا ونقدم لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.